بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء على جد مقربة من الجمعية، كما وعدت المغاربة اللي غادي يتبع الملف ديال سنة 12 سنة. مشاهدينا الكرام، احنا أمام الباب ديال الجمعية، طبيب تيتسنى سناء غادي يشوفها رئيس الجمعية، مجموعة من المفاجآت اليوم غتكون، وكذلك هناك ضيفة شرف في الموضوع لعدد كبير من المغاربة متبع القصة ديالها اللي هي حياة العالمي الأم ديال المختفي تهامي بناني، حتى هي تتعاطف في هذا الملف بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا، غادي ندخلوا للجمعية. ندخلوا يا سيدي. مشاهدينا الكرام، نحن حدا الباب ديال الجمعية، معايا السي محمد طبيب نفسي متخصص في هاد الأمور. غادي تشوف الطفلة اليوم إن شاء الله، غنحاولوا نشوفوها، نحاولوا ندير واحد التقييم ديال الحالة النفسية ديالها، ونشوفوا شنو هما الأعراض وشنو هما الاضطرابات اللي عندها، ونشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوها والمواكبة النفسية اللي نقدروا نديروا ليها باش تدوز هاد المرحلة أقل الأضرار النفسية الممكنة إن شاء الله. نعم، بعد الجلسة ديالك تقدر تعطينا تشخيص الوضع ديالك. إن شاء الله نديروا الجلسة إن شاء الله، نقيموا حالتها وباش ما كنناقشوا الموضوع من بعد إن شاء الله. كان عندي واحد الاتصال معك في الهاتف، قلت لي حتى الأب ديالها حتى هو خصو. لأنه هذا الحدث بحال هكا ما كيكونش التأثير والتداعيات ديالو ما كتكونش فقط على الشخص المعني بالامر او البنت المعنيه بالامر، وانما التداعيات ديالو النفسيه كتكون على الاب ديالها، على الام ديالها، على الخوت ديالها، على العائله ديالها، على المحيط ديالها. لان في الاصل هنايا ما خاصهاش غير هي بوحديتها مواكبه نفسيه، وانما خاص المحيط ديالو ديالها كامل، حتى هو خاصو واحد المواكبه نفسيه باش الامور تقدر تدوز باقل الاضرار الممكنه. الان غادي نخليوك تمشي عند طفله تشوفها، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، حتى لا ننسى، معايا رئيس الجمعية اللي خدا الملف بالعاتق ديالو، وهذه الجمعية بطبيعة الحال هي المشرفة على الملف ديال تهامي بناني. كيفاش شفتي القصة بشكل مختصر باش ندخلوا؟ في الحقيقة أمام هذه القصص أو هذه القصة البشعة، هذه الجريمة في حق الإنسانية وفي حق الطفولة، ملي كنقول حق الطفولة، حق الطفولة المغربية وحق المستقبل وحق أي حاجة عندها علاقة بالإنسانية. ما الكلام وقف هنا، انتهينا هنا، ان حتى نشوفوا الطبيب ونتبعوا الامور. انا معاك الطبيب غادي يشوف البنيه، وانت كذلك والجمعيه معاك. احساس ديالك بشكل مختصر، كل شيء متضامن معاك الحمد لله. انا كنشكر هاد الناس اللي تضامنوا معنا، وكنشكر هاد الناس اللي وقفوا معنا، الله يكثر خيرهم، الله يرحم لهم الوالدين. الله يوفقك يا ربي، وحنا معاك. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا. اقل الخسائر هي باش تشي دوز مزيان ان شاء الله. غنحاول ماشي بالضبط، الا شفتك هذا لا يعني انه